هاي شيت الكاسيت أو كومباكت كاسيت بيعود تاريخه لسنة 1960 وبنهاية شهر آب من سنة 1963 قامت الشركة الهولندية فيليبس لأول مرة بعرض شريط كاسيت سمعي. وبنهاية السبعينات انتشر الاختراع بشكل كبير مع إمكانية إعادة التسجيل على الشريط. زاد انتشار الكاسيت مع اختراع الووكمان وعد عن دوره التكنولوجيا ساهم شريط الكاسيت بنشر الثقافة الموسيقية الغربية بالعالم بالإضافة للأفكار السياسية. مين قال إنه رغم إعادة تداول هالأشرطة من جديد معجم أكسفورد حذف كلمة كاسيت بلاير من نسخته الـ 12 لإفساح المجال لإضافة 400 كلمة جديدة؟ أنا قال بشوفكم بكرة.